فطالب العلم ينبغي أن يربي قلبه على محبة إخوانه. إذا سمع أن أحد إخوانه يعني ما شاء الله عنده قدرة خطابية، عنده قدرة بيانية، عنده جلد على طلب العلم، دعا له في خلواته. والله ما رأيت أذهب لوحر القلب من الدعاء للإخوة في الخلوة كالبلسم الشافي، يذهب ما في الصدر. إذا أحس الإنسان في نفسه شيئا والشيطان يوسوس وهو في خلوته في صلاة ليله، قال: اللهم زد أخي علما وانفع به واكفه شر الفتنة ولا تفتن به. من أعظم الأمور، وطالب العلم يراقب قلبه ويحب إخوانه ويحب ظهور الدين ويفرح إذا أظهر الله الحق على يد إخوانه، ويسأل الله أن يزيدهم من الحق. إذا عالج نفسه على هذا فإنه بحول الله وقوته يبرأ من الحسد، وذلك فضل الله.